ما الحكم على من تستر على الذين يتركون الصلاة ويقضون وقتهم مع لعب الورق؟ الواجب على المؤمنين التعاون مثل ما سمعت في الكلام، تعاون على الخير، وأن ينصحوا من تخلف عن الصلاة ولا يتركوهم في باطلهم ومع الشياطين، بل ينصحوا لهم ووجهوا لهم إلى الخير، فإن استقاموا إلا رفع الأمر لا مسؤول عنهم حتى يقيم في حقهم ما يلزم وحتى يبلغ عنهم ما يلزم. المقصود أن ترك الناس على باطلهم أمر منكر، والله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا علم أن أهل المكتب الفلاني أو البيت الفلاني يضيعون الصلوات ولا يبالون بها، نصحهم وإخوانه، اتصل بهم وإخوانه ووجههم إلى الخير وحذرهم من مغبة عملهم، فإن استقاموا ولا رفع بأمرهم. كانوا في دائرة رفع إلى رئيس الدائرة أو إلى الهيئة أو إلى أمير القرية أو ما أشبه ذلك، من يرجو أنه ينفع في هذا المقام من باب التعاون على البر والتقى بعدما ينصح لهم ويجتهد. فإذا تيسر أن يكون الناصح معه غيره، ما يكون فردا، يذهب معه بعض إخوانه، لأن كلمة الجماعة أشد أثرا. إذا كان الناصحون اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، كان هذا أشد أثرا في نفس المنصوح وأقرب إلى النتيجة الصالحة.